اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه نائب جلاله الملك ولي العهد ان العلاقات البحرينيه البريطانيه ترتكز على علاقات صداقه تاريخيه متجذره مبنيه على اسس من التعاون المشترك والشراكه الاستراتيجيه الممتده مشيرا سموه الى الحرص على مواصله تعميق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في كافه المجالات، والعمل على فتح مزيد من افاق العمل المستقبليه، بما يحقق الاهداف والمصالح المشتركه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم، بحضور سعاده السيد حمد بن فيصل البالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، سعاده السيد الستر لونغ، سفير المملكه المتحده لدى مملكه البحرين. حيث أشار سموه إلى ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من محطات تاريخية متميزة مؤطرة بالزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون، وأكدا سموه على ما وصلت إليه مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تقدم وتطور مستمر عزز من مساراتها بما يسهم بالدفع بها نحو آفاق أوسع. وجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه والتاكيد على ان الامن والسلام ركيزتان اساسيتان للتنميه الى جانب مناقشه القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركه